<applause> السلام عليكم أصدقائي وعشاق الدراجات النارية كما شفتوا في العنوان اليوم غادي نهضروا على كورونا فيروس كورونا يعني اللي ولا كلشي دابا كيهضر عليه يعني هو حديد الساعة وبالنسبة لكورونا هذا كما كتشوفوا العالم كامل ولا كيهضر عليه بالنسبة غادي ندخلوا للعالم شحال من به بالنسبة خوتي هذا هو الموقع العالمي يعني الوباء كورونا بالنسبة كما كتشوفوا عندنا شحال من حالة عندنا يعني شحال من واحد عد مصاب عندنا ميتين وخمسة وستين ألف وربعمية وخمسة وتسعين يعني اللي مصاب بالنسبة شحال من واحد مات يعني في العالم مات حداش ألف واحد ومية وسبعة وربعين وبالنسبة للناس اللي تشافاو يعني سبعة وثمانين ألف وثلاثمية وثلاثة وستين هادو بالنسبه للناس اللي تشافوا كما كتشوفوا هنايا هذا هو كما كتشوفوا هنايا ايطاليا يعني ايطاليا اللي مد يعني المرض ما عملتوش بجديه يعني كان المرض وما فيه وشوف المشكلة فاش طاحو كما كتشوفوا عندهم ايطاليا عندهما... عندهم عندهم سبعة وربعين ألف مصاب وواحد وعشرين وشوف هنايا عندهم آلاف وفيات يعني آلاف واحد وثنين وثلاثين مات وكما كتشوف الناس اللي تعافوا يعني 4440 يعني بحال نصف نص بالنص يعني لحد الساعه كما كتشوف يعني الموضوع ما بجديه يعني كانوا نتوما في الاول والمكورونا كورونا لا ما داخلين ما ولكن دابا فاش ما بلادهم ولا ولاو داروا الالتزامات يعني بالنسبه كما كتشوفوا دابا خصنا اننا نلتزموا يعني ونبقاو في ديورنا كما شتو يعني باش ما نطيحوش في الفيديو اللي طاحت فيه ايطاليا ودابا غادي نشوفوا المغرب يعني شحال وصل كما كتشوفوا دابا المغرب راه باقي انه مسيطر على الوضعيه ولكن خصنا حتى حنا نتعاونوا يعني خصنا نبقاو حتى حنا في الدار بالنسبه اخوتي دابا الموقع المغربي كما كتشوفوا هنا شحال من حاله عندنا يعني عندنا 77 حاله بالنسبه للناس اللي تشافوا جوج والناس اللي توفوا ثلاثه كما كتشوفوا هنا المدن المدن اللي فيهم الفيروس يعني هما بالنسبه لي راه وقت المعقول يعني ماشي وقت الضحك يعني هذا الوباء هذا راه تيقتل يعني بنادم خص بنادم انه يلتزم باش انه يعني تخيل معايا انت رمضان هادي دوزو ودوز بلا بلاش واحد من عائلتك يعني كي غادي يجي الوضع يعني باش تفادى انك المرض يعني يبقى في دارك كما كتشوف دابا راه بالنسبه للسلطات راه يعني هبطوا العسكر كاع يعني الزناقي يعني ما تسناش واحد البوليسي ولا واحد المخزني يوقف عليك يقول لك يلا دخل يعني بحال شي حمار يعني خصك تكون كتفهم من راسك وتحيا الناس اللي يعني اللي ملتزمين ودخل الجورام بالنسبه للناس اللي فقدوا العمل تاعهم يعني كما شفتوا لقاو يسدو السناكات الحمامات يعني شحال هذه يعني ما ديش لقى باش يخلص الكره باش يخلص الدواشه كما شفتوا الدوله انهم يعني هذه عمر هذه الورقة تاع طلب تعويض عن فقدان العمل كما شتو هذه تعمرها في يعني وتخرج تقريبا شي ألفين درام يعني ألفين درام اللي تخرج للناس اللي فقدين العمل يعني في الشهر وكما كتعرفوا انه اليوم يعني في عشرين يعني شهر ثلاثة ألفين وعشرين يعني حبسوا ان بنادم بدا يخرج بالنسبه للناس اللي انهم ضروري يخرجوا واللي عندهم خدمه بالنسبه كاين واحد الورقه اللي خاصك تعمرها يعني باش ما يضربوكش بمخالفه ولات مخالفه لو, لو لقاوك خارج يعني بدون تبرير بالنسبه لهذه الورقه هذه يعني الا كنتي كتاخذ شي دواء ولا كنتي تمشي للسبيطار يعني ولا كنتي خدام بالنسبه لهذه الورقه دي تعمرها يعني كيعمرها واحد في الدار ولا تسخر يعني تتسخر دا لداركم بالنسبه للوقايه من الفيروس هذا يعني بلا من بلا ما نشرحو لكم يعني كاينين فيديوهات بزاف كيما شتو كاين على الفيس وسميتو غسلي يديك ما تسالمش المهم بالنسبه لهذا الفيروس هذا ان شاء الله غادي نكونوا يتفيد وان شاء الله غادي يفوت هذا الشيء ونتمنى انه يعجبكم الفيديو وانه يتبارطاجا باش يوصل الميساج لشحال من واحد وان شاء الله هذا الوباء هذا غادي يمشي وان شاء الله غادي نديروا يتفيد وغادي نوقفوه وبالنسبه للناس اللي انهم كيترينيو يعني لبيتو انني ندير لكم فيديوهات كيفاش تريني في الدار يعني خليو خليو ليا اه كومونتيرات بالنسبه لقيت كومونتيرات كتير غادي ندير فيديوهات كيفاش نكتريني في الدار